وليد الركراكي كان قد صرح تقريبا قبل 6 أو 8 أشهر، لا أتذكر التاريخ بالضبط، كان قد صرح وقال بالفم المليان: إذا لم أتأهل، في تصريحات للبي بي سي، إذا لم أتأهل إلى الدور نصف نهائي من كأس أمم إفريقيا سأستقيل من تدريب المنتخب المغربي. أنا خاب صلاة العصر تاع الركراكي ولقدا وحكيمي اللي ضيع البيناتي، ما تشوف الكوت ديفوار ودفينا في دار البيضاء في المقبرة مشي أصلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. سير عمي توضى وصلي شي جوج ركعات واستغفر مولاك وطلب الله يسمح لك وطلب الله يعفو عليك من ديك الخدمة اللي خدامها. كاز دعي على الناس بالموت صاحبي وانت باقى لك خطوة للقبر. سير توضى وصلي واستغفر مولاك صاحبي. حنا راه في كلتا الحالتين كنقولوا لي يعلم العالم وما عمر حشرنا الله في الجوار. ما كنتمناو السوء لتا شي واحد، لكن باش دعي على الناس ما قاصوك ما قربوا ليك ما اداوك وانت في داك العمر صاحبي ما بقالك والو للقبر. لا حول ولا قوه الا بالله. شنو الخدمه ديال هذا السيد هذا؟ راه حنا شفنا الكروسه تما عامره بالكارطون، هذا كيدفع الكروسه وكيضل يدور النهار كامل كيجمع الكارطون وهز داك البوق كيضل ينبح فيه. ما عرفتش كنقولوا لهم بوعاره ولا ما عرفتش كنقولوا لهم. تخيل عايش في بلاد البترول والغاز وبوعار حياته كامله هو كيدفع الكروسه ويجمع الكارطون وكينبح في داك البوق، والاشكال راه هذا على اللي فيه كفيه، يعني ما عنده لا شي حقاد ولا يهز شي حاجه في قلبه ديال الحقد والغل على المغرب، راه على اللي فيه كيكفيه. ومع ذلك هاد الناس علاش رباهم هاد التربيه هذه العوجه وحاقدا على المغرب؟ لا حول ولا قوه الا بالله. في عوض لكان سالا يمشي يتوضا ويصلي شي جوج ركعات ويستغفر مولاه لا قاس كيدعي على حكيمي وعلى القجاع، راهم ماتوا راهم ماتوا. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يشافيكم، لان الامور ديالكم غدا كتصعب. وصلتوا لواحد المرحله اللي بديتوا كتقطعوا في القلب، وكنظن هذا راه درس كافي وشافي لاي واحد كان باقي عنده شويه الامل في هذا الشعب هذا. راه ما كناش كنهضروا من فراغ، هاد الناس راه وصلوا لواحد المرحله لا يمكن. راه شفنا الفيديوهات ما بغيتش نبارطاجيهم حيت متاكد انكم شفتوهم وعرفتوا الحقيقه ديال هاد الناس والحقد ديالهم على المغرب فين وصل. باش تخرج للشارع وتحتفل وتسب المغرب وتنسى الهموم ديالك والطوابير ديالك والازمات ديالك، فالله يشافيكم من مرض المغرب. والاشكال دابا باقي المربعين حتى هما في البلاطوهات، علاه ما كتهضروا؟ اش باقي كتقولوا في دوك البلاطوهات؟ باقي في دوك البلاطوهات وباقي مسميين البرنامج كان كذا كذا. اوديش من كان راه تخرج حتى الاول صاحبي ديما راه الطياره. ايوا على ما كيهضروا المغرب ضروري. المغرب عاوتاني حلقه فيها اكثر من 30 دقيقه وانا خدام كنتفرج وكنضحك كنقول سبحانك يا جليل. المغرب دار، المغرب فعل الركراكي داز من هنا خرج من ليه، مالو اعيب شي بحالو؟ علاش ما يمشيش بحال؟ واخا نعرفوا سيدي ومالكش عليها. المغاربه ما مسوقينش لهذا الموضوع هذا. كاين السيد القجاع راه يجلس مع الركراكي يريقلوا الامور ديالهم، الا كان هذا السيد يستاهل يزيد عيزيد، ما كانش يستاهل يمشي بحالو يجي واحد اخر. المغاربه وخوا وراسهم من هذا الموضوع هذا. كاين الرجال راهم شادين المسؤوليه ديالهم، وانت مالك محل؟ لا خصنا نعرفوا مالهم عيب شي بحالو ما عيب شي، لا راه قال لا ما قالش، امالك عليها صاحبي؟ ما عندك ازمات، ما عندك طوابير، ما عندك هم، ما عندك سير اودي قابل همك. ازيد من نص ساعه وانا جالس كنتفرج وكنضحك اولي مال هذو. وسبحان الله الاقصاء ديال المغرب، جميع البلاطوهات في مصر هضرت، جميع البلاطوهات في تونس هضرت، جميع البلاطوهات في الجزائر هضرت، بي ان سبور هنا كتعرف القيمه ديالك. خرج المنتخب الجزائري ما كاينش ليه فاقلو من النعاس، ما كاينش ليه يهضر عليه، بحال خرجت كينيا عادي جدا. المغرب خرج المغرب الرابع على مستوى العالم، ضجه وقعت في الاعلام، بنادم خارج الشوارع كيكلاكسوني وفرحان وهادي ودا وهادي ويسب ويعاير وكيعيش نشوه الفوز مناش حيت خسر المغرب. خساره المغرب كتعتبر نشوه في واحد البلاد، انجاز في واحد البلاد. مالهم دابا كنتخيل انا كون كان عندهم السياح، ولكن شكون عايش في ديك البلاد؟ المهم حنا لينا في تعريض، واخا ما كيجي عندكم حد لينا في تعريض ان عندكم سياح تما في ديك البلاد، حتى كيتفاجئوا كيلقاوكم كلكم في الشارع كلاكسونات فرحانين. من هادو؟ شنو حقه؟ واش من انجاز؟ ياك ما وصلوا للنصف النهائي كاس العالم ولا شي حاجه؟ لا لا لا، راه المروك خسر. ومالكم نتوما علاش فرحانين؟ واحد المروك خسر بنادم يتفليب باش هادوك السياح تما يهرب لهم، المخير يهز باليزتو ما يوليش يدور. اش جا من هاد البلاد هادي المفربله؟ هي تضحك في الفيسبوك طلعها علينا طلعوا عليك، ولكن باش تخرج للشارع وفرحان وكلاكسونات وكذا وهز الرايه ديال الجزائر؟ ما الجزائر خسرت، خرجت هي الاولى. الا سكوت راه المروك خسر. يا الحماق كيدير والله كون كانوا عندكم السياح تما تكون تفربلو، تكونوا قلبوا على السبيطارات ديال الحماق يمشيو يداووا فيهم. هاز الرايه ديال الجزائر وكتكلاكسوني وفرحان، مالك المروك خسر؟ واش ما يهربش البنادم هذا؟ والمشكل انا كنت كنتفرج وكنتسنى الجيش يخرج يسلخهم، شد الجيش ما خرجش ما سلخهم ما هضر معاهم ما والو خلاهم يحتفلوا. ويلي وهذيك النهار انا كنتفرج شي وحدين بغاو يخرجوا يضامنوا مع القضيه الفلسطينيه يخرجوا لهم سلخوهم ملخوهم مزيان. ما بقيتش كنتسائل كيفاش الجيش ديك المره خرج
لخم، هما بغاو يدعموا القضية الفلسطينية ودابا حاجة فرحانين بإقصاء المغرب وكيسبوا المغرب، خلاهم يديروا اللي بغاو. هنا باش عرفت التوجه ديال النظام كيفاش غادي بالشعب، القضية الفلسطينية خرجوا هردوهم، ولكن ملي خرجوا يسبوا المغرب خليهم يديروا اللي عجبهم. وبحكم انا ازيد من 4 سنين وانا متبع هذه القضيه هذه وكنعرفكم مزيان وكنعرف اشنو كتسواو، ما فاجئنيش هذا الشيء هذا، عارف البلاد كيفاش عايشه، عارف داك الضغط اللي عايشين فيه، عارف دوك الازمات اللي عايشين فيها، عارف شحال وصلت دابا عندكم بشكل يومي الحرقه، كل شيء باغي يهرب، اللي باغي يهرب في السريع، اللي باغي يهرب في الزودياك، اللي كل شيء باغي يهرب من ديك البلاد، عارف انا شنو كتعيشوا، عارف الضغوط اللي كتعيشوا فيها. فجاكم هذا المتنفس الوحيد، ما كاين شي حاجه تفرح في ديك البلاد، عطيني شي حاجه تفرحك، ما كايناش، رحنا عارف الوضع كيفاش داير صاحبي. جاتك هاد الفرصه وهاد المتنفس هذا، خرجتي تعبر وتفرح وكذا وهادي، وتحرق القميص ديال المغرب وتحرق الرايه ديال المغرب وتبين بانك قوي، حيت اللي قوي راه قوي بلا ما يحتاج انه يبينها، ولكن الضعيف ديما خصو مسكين يتشعبط وكذا وهادي ويبين بانه اقوى. ولكن باش بشي حاجه نجيب عود الحومه صغيره يديرها، زعما حرق شي الرايه زعما صافي، راه بينتي على القوه ديالك وعلى الثقافه ديالك. وليش هذا العالم راه كتبقاو بحال هكا مراد بينا، تهضروا بينا، وها هو الاعلام كنتفرج فيه حافظ التواريخ ديالنا، هنا شنو داروا في هذا العام، شنو داروا. انا تسولني على الجزائر ما نقول لك حتى شنو داروا في كؤوس افريقيا، هما حافظين داكشي بالتواريخ، شنو شنو اللاعب اللي كان وشكون اللاعب اللي ما كانش، المدرب اللي حافظين التاريخ ديالنا ديال المسابقات اللي دوزنا كاملين حافظينهم بالمدرب باللاعبين بكلش. اما راد بينا لواحد الدرجه مخليهم متعلقين بينا وحافظين شنو كاين عندنا كامل. والله يخليكم في هذا المرض هذا، الله يزيدكم مرض في مرض، وراك فاشل وغتبقى فاشل. واذا كتعتبر السقوط ديالنا نجاح ليك، الله يزيدك طوابير في طوابير. فخليكم تضحكوا شويه مع هذا الاعلام هذا اللي مسكين حاير ما عارفش، قال لك الركراكي واش يمشي واش يبقى، كيفاش كاس العالم ماشي هو كاس افريقيا، اضغال افريقيا، لا قلنا لهم لا جابوا هاد اللاعب ما كانش خصو يجيبو، تبارك اصاحبي امالك انا راني مريض بينا. الحصه كان فيها الموضوع على المغرب اكثر من على الجزائر، مالكم على حالكم. والله يزيدكم هادشي اللي غادي نقول لكم، الله يزيدكم. والايام بيننا الكراغينا، الايام بيننا. خليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم التعليقات، الناس مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. خاصة أنه حقق نتائج إيجابية في كأس العالم، وكان يمني النفس بتحقيق نتائج أفضل في كأس إفريقيا، لكن هذه هي كرة القدم. أمين وليد الركراكي كان قد صرح تقريبا قبل 6 أو 8 أشهر، لا أتذكر التاريخ بالضبط، كان قد صرح وقال بالفم المليان: إذا لم أتأهل، في تصريحات للبي بي سي، إذا لم أتأهل إلى الدور نصف نهائي من كأس أمم إفريقيا سأستقيل من تدريب المنتخب المغربي. هل تعتقد بأنه سيستقيل فعلا بعدما خرج في الدور الثمن النهائي؟ شوف محمد، التصريحات شيء والواقع شيء آخر. ما دام أنه انتهت كأس أمم إفريقيا بالنسبة للمغرب منذ أيام، والمغرب لم يتأهل حتى إلى دور ربع النهائي، والركراكي لم يستقل، فأنا أعتقد أنه باق على رأس الاتحادية، أو عفوا على رأس المنتخب المغربي. نعم. الكلام دائما محمد، الإنسان في الحوارات، المدربين في الحوارات في الكثير من الأحيان لا يتحكمون في المشاعر ولا يتحكمون في الكلمات التي تصدر من أفواههم. الآن هو أمام هذا التصريح، أمام حقيقة أنه يجب عليه أن يلتزم بهذا التصريح. في الجانب الآخر هو يلتزم الصمت إلى غاية الآن، لو كان قال هذه الكلمة يعني من أعماق قلبه لكان مباشرة بعد نهاية مباراة الكونغو يخرج يعتذر من، أو عفوا مباراة جنوب إفريقيا، يخرج يعتذر من الجماهير المغربية ويقدم استقالته مباشرة. نعم. لماذا هذا الصمت وهذا الوقت الضائع بدون سبب؟ أنا نشوف محمد أنه لا يستقيل، لأن أولا الحاجة اللي تخليك تقول ما يستقيلش، ليس لديه خبرة كبيرة في التدريب. يقول لك أنا لو أستقيل من المنتخب المغربي، هذه الفكرة محمد، لأن الاستقالة هي ثقافة، هناك مدربين عندهم ثقافة الاستقالة، يعرف باللي هذا الفريق ما يقدرش يزيد يمد معاه، لأن تحس أنت في بعض الأحيان تكون كمدرب ولا تكون كلاعب يعني تلحق لدرجة لا رجوع من عدة نواحي. قال يعني لهم قال لهم ما رانيش نحس روحي قادر نزيد في ليفربول، خلاص البطارية تاعي مع ليفربول نافذة. في الكلام تاع كلوب واش تفهم؟ تفهم انه ماهوش قادر يزيد يكون ضمن فريق، لكن لمح انه في منتخب يقدر يكون. العمل اليومي لمح هو على العمل تاع كل ايام. نشوف بلي ماهوش حيستقيل محمد، هو راهو يعني
مدرب شاب، مدرب في مقتبل العمر، حتى المناخب الوطني جمل بالماضي ما حبش يستقيل محمد، لأنه مازال يشوف عنده يعني في المشوار تاعه مازال يقدر يزيد يحكم. لو تكون عندهم ثقافة تاع الاستقالة محمد، هاد المدربين كانوا يستقيلوا مباشرة وراء المباريات اللي كان إخفاق فيهم. لماذا محمد؟ لما أنت تكون واثق من نفسك، لما تكون تعرف أنت الإمكانية تاعك كمدرب، راح تقدم الاستقالة تاعك وراح يكونوا عندك عروض راك تدرسهم في المستقبل. كرة القدم بالنسبة للاعب أو مدرب لا تتوقف في ذلك الفريق. وأنا أؤيد كلامك، ورأيي الشخصي أنه لن يستقيل. لماذا؟ لسببين: أنه موجود في فوج سهل في تصفيات كأس العالم، بإمكانه أن يعوض هذا الإخفاق ويتأهل إلى كأس العالم، ولديه كأس أمم أفريقيا في المغرب العام القادم، يأمل في أن يفوز بها، ويقول في نفسه ربما أمتلك حظوظا أكثر من غيري من أجل الفوز بها، فلما أغادر؟ ربما هذا هو التفكير، ولكن تبقى هذه كرة قدم، ويمكن أن يستقيل أيضا في أي محمد وقت. يقدر يكون تفكير آخر، رئيس الفيدرالية المغربي يقدر يغير مدرب ويجيب مدرب كبير في حجم يعني هذه الكأس العالمية اللي راح تكون القادمة، يقدر يغير المدرب. لأن رئيس الفيدرالية المغربي دار ثقة في ركراكي، خروجه يعني في الدور هذا في كأس إفريقيا يقدر تكون عنده رؤية أخرى، يقدر يغير المدرب. غير حسين، ما بتجيب أحسن مدرب في العالم ما راح زيت الحق لدوبي فينال تاع كأس العالم، ما تقدرش تحقق نفس الإنجاز اللي حقه الركراكي، تحب ولا تكره. لكن هذا إنجاز من الأحسن صح. أمين هو إنجاز، أنا معاك، لكنه ما داش كأس إفريقيا. لما صح إنجاز أنك تلحق، التتويج هو أنك تلحق، هذا مش تتويج، هذا حتى الكرواسي لحقت يعني، حتى هناك عدة الغانا، المنتخب الغاني مع من؟ رايفاتس، ربع نهائي مع رايفاتس لحقوا الربع نهائي. هذا ماشي معيار، تقدر تلحق يعني كما يقولوا ضربة حظ. المغرب واحد من المرشحين للفوز بهذه الدورة، رابع العالم، يخرج من الدور ثم النهائي أمام منتخب جنوب إفريقيا أو سان داونز الجنوب إفريقيا. رابع العالم لا يعني أنك ستفوز بكأس إفريقيا، لأنه كأس العالم والظروف وقطر وكل شيء ما هيش كوت ديفوار وما هيش سان بيدرو وما هيش نفس الشيء. التحضير النفسي، هاو لاعب سابق، لما تواجه أنت منتخب البرتغال وتواجه منتخب إسبانيا وتلعب في كأس العالم تحت الأضواء وتلعب حتى تلعب المنتخب الفرنسي، لا يوجد أي مدرب لما تواجه فرنسا برتغال إسبانيا، ما انت لاعب ما تسحقش المدرب يقول لك التحفيز والخطاب الحماسي، وحدك تحفز لانك ستواجه لاعبين نجوم وتريد ان تظهر بانك من نفس طينه هؤلاء اللاعبين. لما تلعب كونتر لي زافرون تلعب معاهم، هذا التحفيز التلقائي خلاهم يمشيوا من اسبانيا، دافعوا جيدا، غلقوا ومشاو بركله الترجيح، فازوا على البرتغال هدف مقابل صفر، وتوقف المشوار امام المنتخب الفرنسي. في افريقيا التحفيز ماهوش نفس اللاعبين، رغم انه اللاعبين شفت بعض اللاعبين المغاربه صرحوا بعد المباراه بانهم جاءوا من اجل الفوز بالكاس، والمدرب ركراكي كان صرح وقال بانه جاي يفوز بالكاس، لكن يا اخي ان تكون رابع العالم لا يعني بتاتا بانك الافضل في افريقيا. ترتيب الفيفا اول منتخب افريقي ما يعنيش انك الافضل في افريقيا، لانه في افريقيا الحقيقه مختلفه تماما عن كاس العالم. ضد عبسه انه ليس رابع العالم، رابع العالم هو بلجيكا في تصنيف الفيفا. لا، رابع في كاس العالم، كاس العالم عنده قريب سنتين، سنه ونصف يعني. تكلموا على رابع العالم، طيب المنتخب البلجيكي هو رابع العالم. رغم تغييرهم للتعداد ركراكي اعتقد ما خدش 12 لاعب مقارنه من لاعبين واقل من كاس العالم. من ناحيه الاسماء محمد، كان عندهم منتخب مرشح للتتويج في كاس امم افريقيا، لا خصوصا الان بعد تحقيقه مشوار طيب جدا في كاس العالم. ليس من السهل ابدا ان تحقق المركز الرابع، واول منتخب عربي وافريقي يصل الى دور نصف نهائي عبر التاريخ في منافسه بحجم كاس العالم. الآن مشكلة المنتخب المغربي هي مشكلة أداء،
لأنه حتى لما وصل إلى الدور نصف النهائي شاهدنا الطريقة التي وصل بها. أنا توقعت صراحة أنه ربما تلك الطريقة تقتصر فقط على كأس العالم بما أنه هوية المنافسين قوية وقوية جدا، لا يستطيع المنتخب المغربي أن يجابه هذه الطينة من المنتخبات. لذلك كنت أتوقع أنه في إفريقيا سنشاهد لاعبا جماليا أكثر، هجوميا أكثر. للأسف لم نشاهد هذا الأمر من المنتخب المغربي رغم الأسماء الكثيرة التي يزخر بها، ورغم أنه كان من أبرز المرشحين للوصول إلى المباراة النهائية على الأقل. الخطأ الذي وقع فيه وليد الركراكي هو أنه لم يطور أسلوبه بعد كأس العالم، بقي متمسكا بنفس الأسلوب. للأسف هذا الأمر كما قال ميدو قبل قليل، المعايير التي تطبق في كأس العالم ليست نفس المعايير التي تطبق في كأس أمم إفريقيا. الحقيقة في كأس العالم شيء، والحقيقة في كأس أمم إفريقيا في أدغال إفريقيا شيء آخر تماما. لو تعلق الأمر ربما بمثلا مصر، لو نظمت مصر مثلا كأس أمم إفريقيا 2024 ربما المنتخب المغربي كان قادرا على الوصول إلى نقطة أبعد مما وصل، ولكن في أدغال إفريقيا الحقيقة والواقع دائما صعب وصعب جدا. منتخب عربي تواجد، نعم كل المنتخبات خارج التوالية. كان دول فيديو ديال اليوم، خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ما خلوش عليا بالرأي ديالكم. ناس مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد يدعم المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب.